عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. تحضيرات بدأت للمولد إن شاء الله، ربي يعيد عليكم بالصحة والفرحة وربي بعد علينا الوباء. اخترت أني نشارككم طريقة تحضير عصيدة الجلجلان، مكونات بسيطة وطريقة سهلة على الأخر وسريعة، نحضروا أحلى عصيدة إن شاء الله. متأكدة اللي طريقة مش تعجبكم، تابعوا معايا الفيديو في كل شيء بالتفصيل. إذا أول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد إن شاء الله. نتعدوا المكونات. باش نستحقوا 200 غرام جلجلان، من المستحسن نختاروا جلجلان أسمر، الكولير متاعها يطلع أحلى بعد في العصيدة، أحلى من الجلجلان الأبيض. وباش نستحقوا 100 غرام فارينة، 100 غرام سكر. باش نستحقوا 500 مللتر ماء، نصف إترة، معاهم 200 مللتر حليب، مقياس كاس عادي اللي موجود في كل دار، سكر فاني، ساشي سكر فاني اختيارية، أما تفوح برشا العصيد، المستحسن نستعمله. أول حاجة باش نعملوها باش نعرجو الجلجلان. بالنسبة لي حبيت نعرج على الغاز عادي، معناها نقص في الغاز ونحرك بشوي بشوي، جيست باش ياخذ كولير، ياخذ شوي كولير دوري. واللي يحب يعمل في الفور ينجم يعمل في الفور، المهم تكون نار هادية على الاخر، ينقص في الفور كيف كيف على الغاز، نقصوا فيه على الاخر ونعرجوه بشوي بشوي، نحركوه بالباهي وردوا بالنا ما نخلوش الجلجلان يتحرق، سينو بعد تجينا العصيدة مرة شوي. بعد ما عرجت الجلجلان وتحصلت على الكولير اللي حاجتي بيه، حطيتها ديريكت في المكسير. اذا المكسير متاعكم بلاستيك خلوه يبرد شوي. نرحوه بالباهي حتى اللي يولي باتو يخرج الزيت. من بعد باش نزيد شوي ماء بشوي بشوي، ما نصبوش الكونتيتي الكل، نكملو نرحوه. من بعد باش نزيد الفارينة، خلطهم مع بعضهم في المكسير ونكمل نصب الكونتيتي الأخيرة متاع الماء. من بعد باش نزيد السكر، نكملوا الخلط والمكونات الكل مع بعضهم. اخترت لكم اسهل طريقه البنات، خلطت المكونات الكل مع بعضها. بالنسبه للرزلت راهي تجي كيما العصيده اللي تضيفوا لها السكر في الاخر. نكملوا السكر فاني، نخلطوهم مع الباقي مكونات. باش نزيدوا 200 مللتر حليب، نكملوا نخلطوهم بالبيه. نتعدوا المرحلة الأخرى متاع العصيدة باش نطيبوها. لازم نصفوها أول شيء باش إذا عندنا حاجات تكون مش مرحية بالباهي من الجلجلان نولو نحوهم. هي راهي باش تكون مرحية بالقدية، يعني خرجت تكونش معرفة كبيرة دشي متاع الجلجلان.
سينو راهي اذا تروحوها نفس الطريقه اللي ورتها لكم في الفيديو باش تكون مرحيه على الاخر كما تشوفوها. وانا هبط جيست حاجات الخشينه على الاخر باش تبقى. باش نطيبوها على نار هاديه باش نحركوها بشوي بشوي، ما تشدش برشا وقت في الطياب. بعد ما نحسوها شدت بعضها وتبدا تسيب تبقبق بشوي بشوي باش نزيدوها معرفتين كبار. بالنسبه لي عملت ماء الزهر، تحبوا تعملوا عطرشيه تعملوا ماء ورد، كل واحد حسب الذوق. من بعد يختار الحاجه اللي يحبها. عدى لتحضير الكريمة، اخترت كريمة عادية ما عملتش كريمة عربي، هذه الطريقة سهلة على الاخر، تحضيرها سهل على الاخر. جيست الكونتيتي متاع الكريمة اللي في الباكو باش نعمل 750 مللتر حليب ونصب عليهم الكريمة الحاضرة ونطيبها على نار هادية. ومن بعد وهي سخونة ديريكت نحطها فوق العصيدة متاع الجلجلان متاعنا. وهيك نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم طريقه التحضير اللي عملتها لكم اليوم. طريقه سهله على الاخر، مكوناتها موجوده في كل دار، تنجموا تعملوها في المولد كما تنجموا تعملوها في سائر الايام. باهيه برشا للصغار كما للكبار زاده. حاولت نزينها بطريقه بسيطه، زينتها فيت في، حضرتها فيت في. ان شاء الله تعجب الناس الكل وتجربوها وتعطوني رايكم. اذا تحبوا تعملوا عصيدة اللوز وعصيدة البوفريوة موجودين في القناة، نحط لكم اللينك تحت الفيديو هذا ديريكت. موجودة زادة طريقة تحضير الكريمة العربي. نتمنى لكم مولد مبارك، كل عام وانتم حيين بألف خير. ملتقانا في الفيديو الجاي. بسلامة.